تحياتي جميعا، الله معكم. اليوم رح خبركن عن أعظم عملية سرقة صايرة بالتاريخ، بالتاريخ الحديث والتاريخ القديم. عملية السرقة هيدي مكانها لبنان، أبطالها ميشيل عون، ميشيل سليمان، نجيب مئاتي وحزب الرمان. هلأ بلبنان المصارف سرقت الشعب، السياسيين سرقوا الوزارات، بس بعمركن سمعتوا دولة تسرق حدودها؟ نعم، صارت بلبنان. الدولة اللبنانية سرقت حدودها وبيعتها لدولة تانية. وخلي يعتبر هذا الفيديو إخبار للنيابة العامة التمييزية، وتفضل يا عويدات. وهلأ رح تعرفوا ليش غادة عون قررت تسحب ملف مكتف بهذا الوقت لتغطي على هيدي الفضيحة وهيدي السرقة. القصة بلشت يا أخواتنا سنة 2011، وقت اللي لبنان اكتشف كميات ضخمة من النفط والغاز موجودة بمياهه الإقليمية، وقرر يرسم الحدود بينه وبين قبرص وفلسطين المحتلة. بيقوموا بيستدعوا معهد بريطاني متخصص برسم الحدود الدولية، المعهد البريطاني UKHO المتخصص بعلوم الهيدروغرافيا، ومثل ما بتعرفوا البريطان هني أقوى ناس برسم الخرائط وعندهم كل الوثائق بهذا الموضوع. بيقوم المعهد البريطاني بيعتمد على عدة اتفاقيات صايرة مع لبنان تاريخيا وبشكل موسع وبشكل لا يقبل أي شك، يعني هول الجماعة متخصصين. ما بدي أذكر كلهم يعني بشكل مفصل، بشكل مختصر اتفاقية 1924 اللي صارت بين لبنان وبريطانيا قبل ما حتى ينعمل لبنان، الهدنة بين لبنان واللي عملت بين لبنان وإسرائيل سنة 49 وغيرهم. بشكل مختصر بيتحدد حدود لبنان بخط رقمه 29. هلأ هذا الخط هن نقاط انعملوا بالمياه الإقليمية لحتى يحدد الاستفادة الاقتصادية لكل دولة. ولتعرفوا عن شو عم بحكي رح أعرض عليكم الخريطة هلأ هيدي لتعرفوا شو قصدنا بالخطوط. هلأ بناء على هيدي الخريطة شفتوا الخط 29 وشفتوا الخط 23. بتقوم حكومة مئاتي مع ميشيل سليمان بيقرروا أن حدود لبنان لا مش بال 23، وبينقضوا كل شيء عمل خرائط وبيقرروا أن حدود لبنان هي بالخط 23. يعني بيكونوا تقنيا تخلوا عن 1430 كيلومتر مربع لصالح اسرائيل، واسرائيل عم تطالب انه حدودها بالخط واحد، يعني بيكونوا تخلوا عن 2290 كيلومتر مربع، او مش تخلوا، باعوهن لاسرائيل. يعني 2290 كيلومتر مربع يا جماعة يعني واحد على خمسة من مساحة لبنان، يعني 114 مرة قد مساحة بيروت الإدارية. عم تخيلوا قديش المساحة؟ الخبراء الاقتصاديين بيقدروا انه الثروة الموجودة بهيدي المنطقة بهال 2290 كيلومتر مربع بتتقدر ب 60 مليار دولار نفط وغاز. تفضلوا شو عملين؟ وبيقوموا بيوقعوهم بمرسوم رقمه 6433. كمان بحط هلا صورة المرسوم، إذا بتحبوا فوتوا على الإنترنت اكتبوا رقم المرسوم 6433 بيطلع قدامكم هذا المرسوم، بيطلع كل شيء واضح. هلا هون وقت اللي تخلوا عن هيدي الكميات الضخمة، حزب الرمان كان عنده وزيرين بهيدي الحكومة، جماعة لن نتخلى عن شبر من الأرض، حسين الحش حسن ومحمد فنيش، وبيوافق مجلس الوزراء مجتمعا على الترسيم الجديد اللي هو مخالف للقوانين الدولية كلها. حب وقتها يبيعوه للإسرائيلية، هذا اللي صار. يتفضل يحققوا قديش قابض يا ميشيل سليمان ويا ميشيل عون وحزب الله، قديش قابضين. بالنتيجة مش هون بقى كمان انتهت القصة، بيقوموا بضغط من الأحزاب المدنية حديثا ومن السوار، ما أكيد مع الدكتور عصام حماق الخليفة اللي بيعرف كتير بهيدي الأمور، مع جورج نادر وكل المجموعات الثورية، بيضغطوا انهم يعدلوا هذا المرسوم. فبالفعل بيصير ضغط على الحكومة الحالية، بيمضي حسان دياب، بيمضي وزير الأشغال، بيمضي الكل، وبيرفع المرسوم، تعديل المرسوم انه يصير الحدود لبنان هي بالخط 29 مثل ما طالب الجيش اللبناني وحدد انه حدود لبنان هي على الخط 29. بيقوم بيوصل المرسوم لعند ميشيل عون، ميشيل عون بيرده وبيرفض يمضيه. بتقوم الحكومة بترجع بترده لعند ميشيل عون، ميشيل عون بيرفض يمضي المرسوم. بنفس النهار غادة عون بتسحب ملف مكتف وبيروح الإعلام كله والدنيا كلها لتحكي بأرقام مكتف وبتضيع الخبرية، وبيبطلوا يمضوا المرسوم وبتقطع المدة، وبيخسرونا 2290 كيلومتر مربع من مساحة لبنان. 2290 كيلومتر مربع سرقوهن بكل الغازات اللي فيهن وبيعوهن لإسرائيل. لمين؟ بيعوهن لإسرائيل. جماعة حزب الرمان
اللي خربوا لبنان عشان 160 كيلومتر مربع مزارع شبع اللي هلأ بالأمم المتحدة هي أرض سورية، على عينك يا تاجر وعلى عينهم وبموافقتهم بعد ما اجى هيل عند ميشيل عون وقال له نشيل العقوبات عن جبران باسيل، بس ممنوع تمضي المرسوم، وما بيمضوا المرسوم وبيسكتوا. هذا غير 750 كيلومتر مربع تركينهم بالبلوك واحد واثنين للسورية. تفضلوا هاي عملية السرقة شو صاير؟ تفضلوا هيدي حقكم يا شعب لبناني، هيدي حق اولادكم. هذا النفط اللي مقدر بمئات مليارات الدولارات، هذا غير انه عاملين 60 شركة وهمية وملازمينها لإلهم هن، حتى النفط اذا طلع رح ياخدوه هن مش لإلكم، وبعدكم ساكتين. معلش شو بدكم وثائق وارقام؟ كله موجود بالتفاصيل وبالدقة. تفضل يا عويدات انشروا هذا الفيديو، خلوا هذا الشعب الطرش بركي بيوعى شوي. يعطيكم الف عافية.